روح الأفلام في تيسير غريب القرآن. الجزء الثاني، الحزب الأول. فضل سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه. قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم يطردهم. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية والفلك السفن وبث نشر وتصريف الرياح تقليبها وتوجيهها. قوله تعالى: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب الصلات. قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات ندامات. قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بالسوء الذنب القبيح، والفحشاء المعصية البالغة القبح. قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينعق يصيح. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية. أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، غير باغ، غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد، غير متجاوز حدود ما أبيح له. قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق بعيد منازعة وخلاف بعيد عن الحق. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. البر التوسع في فعل الخير والطاعة، وابن السبيل المسافر المحتاج المنقطع عن أهله، وفي الرقاب في تحرير الرقاب من الرق والأسر. البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس حين شدة القتال. قوله تعالى:
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ترك خيرا، ترك مالا كثيرا. قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه الآية. جنف ميلا عن الحق خطأ وجهلا. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع خيرا، زاد في الفدية بدل الصيام. قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، فليطيعوني، يرشدون، يهتدون. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. الرفث الجماع، لباس سكن وستر عن الحرام. تختانون، تختانون، تخونون فتقعون في المعصية. باشروهن، جامعوهن. الخيط الأبيض نور الفجر، الخيط الأسود سواد الليل. عاكفون، مقيمون في المساجد بنية التقرب إلى الله. حدود الله، محرماته ومنهياته. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم الآية. وتدلوا، تدفعوا. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ثقفتموهم، وجدتموهم، والفتنة أذل للمسلمين أو شرك بالله. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ولا تلقوا بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم، لا توقعوا أنفسكم. التهلكة، الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الآية. أحصرتم، منعتم لمرض أو عدو. الهدي، ما يهدى إلى البيت من الأنعام. نسك، ذبيحة، شاة تذبح لفقراء الحرم. حاضري، ساكني. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات الآية. أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية. روح الأفنان في تيسير غريب القرآن.